غسالة أطباق شرب ما بتغسلش أو بتشتغل معلقة على اتش واحد أو اتش اتنين أو اتش تلاتة أو حتى اتش 14 أو 15 أو 20 أو 24، أي رم أو أي رقم بيظهر قدامه اتش أو قبله حرف الاتش ده مش بيكون عطل، ده بيكون إن حصل غلط أو دوسنا على زرار غلط سبب في تأجيل البرنامج. اتش اختصار هاور أو ساعة، فده اتأجل البرنامج مثلا ل 20 ساعة أو ل 10 ساعات عن طريق اخترنا زرار غلط. ازاي نرجع البرنامج ونرجع نشتغل من جديد علشان الغسالة تبدأ تشتغل؟ لأن احنا طبعا طول ما الرمز اتش وبعد الرقم ظاهر معانا بندوس ستارت ما بتشتغلش معانا. أول حاجة بنعملها بندوس ستارت فترة طويلة لمدة 5 ثواني، هترجع البرنامج القديم وهتشتغل معانا.